أمانة عظيمة، أمانة المعاهد، أمانة عظيمة، أمانة النفس، أمانة عظيمة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد مسؤول عن ده، الرئيس مسؤول عن الملايين دي كلها، المحافظ مسؤول عن الملايين اللي في المحافظة بتاعته، العمدة مسؤول عن القرية بتاعته كلها، رئيس المصلحة مسؤول عن العمال اللي عنده كلهم. انت في البيت مسؤول عن عيالك دول. كل واحد هيتسجل عن الامانات دي. الراجل التاجر هيتسجل عن التجارة بتاعته. ماشيك ليه؟ انت ضحكت على مين؟ فاكر نفسك ضحكت على الناس؟ ده انت ضحكت على نفسك. الصانع اللي في المصنع بتاعه، انت فاكر نفسك لما بتنام ما بتنتجش؟ بتضحك على مين؟ الفلوس اللي بتاخدها من ورا الوظيفه دي حلال ولا حرام؟ انت فاكر ان داخل البيت ده هو فهلاوه منك؟ فاكر ان ابنك لما يطلع ابن حرام تلوم الواد بعد كده؟ لما مراتك تخونك تقول تبقى بعد كده تبقى المرأة مش كويسة؟ ما انت وكلتهم حرام، ما انت غزيتهم حرام وسكنتهم ولبستهم في حرام. الرجل يطيل السفر أشعث أكبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه وكله في حرام، فأنى يستجاب لذلك؟